الكرسي وترجع من جديد عن طريق قبل حميد الرجال، وهدف التعادل. هدف التعادل قصة قوية، قصة قوية من عبد الحميد الرجال. ملعب التونسي محاولة للتدرج الهجومي تمشي لعصام العمدوني. عصام عنده الكرة، عصام يبعد، عصام على المواداة. حسام الخلادي يتناقش مع مختار دبوس على المخالفة الأخرى. مستحق رينا الإهمال من المدافع. ما احناش حكام، ما احناش نحكم، ولكن نتصور الحكم مشى بالحكم هذايا. معناها رينا يعمل كنترول ما يخسرش كورته. اللاعب اشرف بن ضياف، كرة عند العمدوني. العمدوني عنده تكنيك خاصة جدا، ما يفك له حد الكرة. العمدوني يلعب مع العكرمي، محاولة للتوزيع على العكرمي. المصراتي يهز راسه ما يتسرعش في الكرة، يعمل لابيل دوبال بحذاها على الجهة اليسار. سيف الدين بالعكرمي ظهير الأيسر البقلاوة بالعكرمي، يمس الكرة بالطالون ممتازة من عصام العمدوني. تايزو مرة أخرى العمدوني. العمدوني يلعب مع عبود. معز يفوت الحدود، عبود يخرج من مناطق وسط الميدان ويساند الهجوم. هذه كرة الكنترول من عصام العمدوني. فما دفاع فريق سبورتينغ بن عروس، موجود الدفاع بن عروس. الزلو يرجع على التالي. أسامة المليكي المساندة خط دفاع فريق بن عروس، إلى جانب نور الدين الشرطاني الموجود في المحور معه. ترجع مع حمدي رويد. عصام العمدوني يمس مع مجدي المصراتي، يبدا الهجوم للملعب التونسي. عصام العمدوني يلعب على اليمين، كره لفريق الملعب التونسي مع غازي شلوم الفرشيشي مدرب بن عروس. هذه كره لفريق الملعب التونسي. هذا التوزيع من العمدوني، هايله الكره. ها قدامكم السونتراج، الملعب التونسي، العمدوني والقصداوي، وهدف يضرب بالراس القصداوي ويسجل ثالث اهداف على التوالي بعد دوبلي في البلاي اوف ضد جافي. الشوط الثاني كما قلت ملامحه افضل منذ بدايته من الشوط الاول، وهذا ترجم بهدف مخدوم ممتاز جدا. العمدوني يحط في راس قصداوي كره نتاع اونترينمون. هذه قصداوي يجي، ارجع معايا، فك معايا كره القصداوي، مس واحده مره اخرى. هذه كومبينيزون تتعمل مع العمدوني. كان الملعب التونسي نجم يعاود نفس من عصام العمدوني. هاي قدامكم الكرة، عصام العمدوني يوزع والتسديدة بالرأس كانت تنجم تغالط الحارس محرز الفضلاوي. كان يكون هذه كرة طويلة حلوة، توصل يعمل كنترول ويعطي الباس شلوف مع عصام العمدوني. في رأي رجل مباراة عصام العمدوني اليوم في البلايوف يخليه حاليا في المركز الاول وحده. هذه كره لفريق الملعب التونسي. عصام العمدوني والحارس. محمد الخليفي سيسجل. يوسف باشا يلعب ركنيه.